أندريا بيرلو، بيرلو أمام ميا، جوفينكو محاولة خطيرة، فرصة للتسجيل، وحكم اللقاء لم يحتسب شيء، يتعرض جوفينكو لإصابة، حكم اللقاء يوجه البطاقة الحمراء وركلة جزاء. باولو فاليري يعلن عن ريجوري، ركلة جزاء لصالح اليوفي على البطاقة الحمراء. في السابق هذا الحكم أشهر البطاقة الحمراء في السيريا 18-17 مرة. أمامنا أندريا بيرلو للمرة الثانية يضرب العمق الدفاعي اليودينيزي في كرة أمامية، خروج جوفينكو. أمامنا الإعادة من جديد، جوفينكو كان في اصطدام من حارس المرمى، وحكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء وطرد. صعب المهمة لفريق أودينيزي على السيلي. أمامنا بيرلو القائد الصامت، يشتغل في صمت كما قال عنه مارتشيلو ليبي. أندريا بيرلو البريفيسوري في إيطاليا يسمونه بالجاكيت الزرقاء، يعني يمشي مع كل الأدوار. أندريا بيرلو المستر، لعب كرة بالمقاس وراء هذه الركلة. وفيدال المقاتل الشيلي من نقطة الجزاء، هل سيعلن الأسبقية؟ فيدال يسجل، اليوفي يتقدم 1-0. كرة وضعها في الشباك كما ينبغي آرثر فيدال. فيدال يعلن الأسبقية لليوفي. إذن اليوفي ياخذ الفانتاجو من نقطة الجزاء، وآرثر فيدال اللاعب التشيكي التشيلي يوقع هدف التقدم. شوفوا الإعادة من جديد في الكرة اللي أرسلها فيدال باقتدار. آرثر فيدال بارتو اللي يلقب بسيليا كروز، هو مغني مفضل في شيلي ويلقب بالمقاتل.